الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال الناظم وفقه الله تعالى: أسماؤه في الذات قل متفقة وباعتبار وصفه مختلفة. نعم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، قبل أن تكتبوا هذه القاعدة انتبهوا لي قليلا، وهي أنك لو نظرت إلى أسماء يوم القيامة لوجدتها أسماء كثيرة. ساعدوني بخمسة أسماء يوم القيامة: يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، اليوم الآخر، ليس كذلك؟ وأسماء كثيرة. لو نظرت إلى هذه الأسماء لوجدتها تدل على ذات يوم واحد، فإذا هي باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد متفقة. فيوم القيامة هو يوم الصاخة، ويوم الصاخة هو يوم القارعة، ويوم القارعة هو اليوم الآخر. فإذا ليس كل اسم منها يدل على ذات يوم مستقل، بل كل اسم منها يدل على ذات يوم متفق. فإذا هي أي أسماء يوم القيامة متفقة باعتبار دلالتها على ذات يوم واحد، صح؟ لكن لو نظرت إلى صفات هذه الأسماء: الصاخة أي أنه يوم فيه أصوات هائلة، سماء تتشقق وكواكب تنتثر، وهذه تصدر أصوات تجعل الأذن تصخ، إذن هذا اسم وصف هذا اليوم بشيء. القارعة أنه فيه أهوال تقرع القلوب. اليوم الآخر وصفه بصفة ثالثة أنه لا يوم بعده. القيامة وصفه بصفة رابعة أن فيه الناس يقومون من قبورهم. فإذا إذا نظرت إلى صفات هذه الأسماء وجدت كل اسم منها يثبت صفة لهذه الذات غير صفة الاسم الآخر، فإذا هذه الأسماء مختلفة باعتبار صفاتها ومتفقة باعتبار ذاتها. ما فهمنا؟ أعطنا مثال ثاني، خذ مثالا آخر. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، أسماء كثيرة، أليس كذلك؟ هل كل اسم منها يدل على محمد جديد وذات جديدة؟ بل كلها متفقة باعتبار دلالتها على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنك نظرت إلى صفات كل اسم منها لوجدت كل اسم منها يصف هذه الذات بصفة غير صفة الاسم الآخر. فمحمد يصفه بكثرة الحمد الصادر من غيره له، وأحمد دليل على كثرة الحمد الصادر منه لربه، ونبي الرحمة أنه مبعوث رحمة للعالمين، ونبي الملحمة أنه مبعوث بالسيف، والعاقب أي الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يكون في مقدم أهل الحشر يشفع لهم. فهل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم متفقة ولا مختلفة؟ نقول: لا نقول متفقة ونسكت، ولا نقول مختلفة ونسكت، وإنما نقول هي متفقة باعتبار الذات، مختلفة باعتبار الصفات. ما فهمنا؟ خذ مثالا ثالثا. أسماء الأسد، الليث، الغضنفر، الهزبر، أسماء كثيرة كلها متفقة باعتبار دلالتها على جنس الأسد وذات الأسد، ولكن كل اسم منها يصف هذه الذات بصفة شيء آخر. السيف أسماؤه كثيرة عند العرب: البتار، القاطع، الصارم، المهند. فكل اسم منها يدل على ذات واحد، على نفس الذات، فإذا هي متفقة باعتبار الذات متباينة باعتبار الصفة. أسماء الله باعتبار ذاته متفقة وباعتبار صفاته، هذه القاعدة. القاعدة: أسماء الله متفقة باعتبار الذات ومختلفة باعتبار الصفات. ما فهمتها؟ من فهم؟ إذن الرحمن هو الرحيم ولا لا؟ طيب، العليم هو القهار ولا لا؟ لكن العلم ليس هو القهر. إذا نظرت إلى صفاتها وجدت كل اسم منها يدل على صفة غير صفة الاسم الآخر. لكن إذا نظرت إلى الذات التي تدل عليها الأسماء وجدتها ذاتا واحدة. فإذا أسماء الله عز وجل متفقة باعتبار الذات ومتباينة أو مختلفة باعتبار الصفات.